السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناتي في سورة 6 سورة الكهف في نمبر 22 21 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم همزة ننزل إن

عليكم يرجموكم عليكم يرجموكم همزة و زبر او يا بشيو عين يا زرعي اكلفتان دل واو بشدو اكلفتان كاب مين بشكم او يعيدوكم او يعيدوكم او يعيدوكم, او يعيدوكم.

দা ফা পেশ তুফ ลําজেলি হাওাল পেশহু তিনা লিফতান তুফলিহু হামজা জারঈ জাল দু ইস ওভার দেন ইযান হামজা যবর আ বা যবর বা দাল আলিফ যবর দা একাল লিফতান অঙ্কফ করলে একটু যবর বাদ হবে এবং এখানে একাল লিফতান হবে ইযান আবাদা تفلحوا إذا أبدا تفلحوا إذا أبدا في ملتهم ولا تفلحوا إذا أبدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. ووزبر و كاب زبر كام ذا زبر

لم زلي يا عين زبر يا لام زبر لا ميم واو بشمو تنا الفتان. عليهم ليعلمو عليهم ليعلمو عليهم ليعلمو لي لي حمزة نون زبر أن قلنا نون زبرنا أن وعين زبر وع دلل زبر دلل كلا زبر الله أكليفتان هازر هي أن وعد الله أن وعد الله أن وعد الله حق زبر حق وطودي بِشَقُّ

حق وأن الساعة لا حق وأن الساعة لا حق وأن الساعة لا رايا زبر رأي با زبر با رأي با فيا في أكلفتن ها ألف زبر ها أكلفتن ريب فيها، وأن الساعة لا ريب فيها، ريب فيها، وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، وأن الساعة لا ريب فيها،

نون بشنو أكلفتان فقالوا بنو فقالوا بنو فقالوا بنو إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنو عين زبرعا لم يازب الليل হামিম যে আলাইহিম বানুন আই লাইহিম বা নুন ইয়া আলিফজ বৰিয়া এক লিফটান নুন আলিফজ বন্যা এক লিফটান অফ করলে এক লিফটান হবে আই লাইহিম বনিয়া আনা আই লাইহিম إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا. رابع زبر ربا بشبو بشهم ربهم هم زعيم زبر أعلم زبر لا ميم بشمو أعلم بازر بي زرهم بهم ربهم أعلم بهم

قال الذين غلبوا قال الذين غلبوا قال الذين غلبوا،, غلبوا عين زبراء لم كلا زبلا تين على همزة ميم زبر أم رازري هاميم زرهم على أمرهم

লা নাতা খি বান না আইন জবৰ আ লামিয়া হামিম যে ৰিহিম গুন্যা আই লাই হিম মিম মাছ জিম জেৰে জি দা লা আলিপজবোৰ দা একা লিফটান কলে হবে আলাইহিম লাই হিম মাছ জিদা আই মাছ জিদে عليهم مسجدا قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا بسم الله الرحمن الرحيم إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا وعد الله حق. أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً